تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نفتح آفاق التواصل معكم مستمعينا لاستقبال آرائكم ولحظاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في يعني إثراء القطاع الصحي بكل ما هو جديد وبكل ما هو يعني يساهم في تطويره. أرقام التواصل معنا بتخبركم عنها الدكتورة ندى الملا. صبحت الله بالخير دكتورة، وأيضا قبل لا تصبحين علينا خلينا بعد نصبح على ميرا الغفلي، واليوم معانا نمر محمد عبده. ليش؟ لأن أيمن سرحيل قرر أنه ياخذ بريك. لا سولف، مسكين رايح مكان ثاني يغطي يشتغل حليلة ما أخذ بريك. صباحكم الله بالخير والنور والسرور، صباح الأحد اللي حبه كل أحد، أول يوم في الأسبوع ندخل بإيجابية وبحماس عشان يكون أسبوعنا جميل ومثمر، وإن شاء الله يكون أسبوع قصير شي مر بسرعة ونحقق فيه كافة الإنجازات. بذكركم أرقام التواصل مثل ما قال محمود، أرقام التواصل تعطونا ملاحظاتكم آراءكم شكوى شكر، حابين تشكرون أي حد، رحتوا أي مركز لقيت خدمة متميزة من موظف، اشكروهم على الهواء أو قدموا ملاحظة لتحسين الخدمة على الهواء عشان إحنا ننقلها للمعنيين وتساهمون في تحسين القطاع الصحي. إحنا بقولكم أرقام التواصل 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي وهيئة الصحة في دبي على الإنستغرام. إنزين محمود قاعد بعده يعدل الاستوديو، محمود يوم جاي متأخر فمو مجهز الاستوديو. محمود يعني اليوم عليك تأخير، اليوم علي غياب محمود متأخر، حط كيف اليوم أبسل. لحظة متأخر كيف وأنا مفتتح البرنامج كيف؟ أقول لهم شو تسوين أنت ولا خل أقول حق أسمى الساعة كم محمود طلع من المكتب. صباحك الله بالخير يا أسمى. أسمى صباحك ورد. أسمى السلام عليكم. عليكم السلام، هلا يا أسمى وصباحك أحد يحبك كل أحد، حياك الله. حيا الله يحييك دكتورة. قولي يا أسمى شو عندك رسالة لنا اليوم، شو عندك أخبار، شو صار في الويكند؟ الصراحة الويكند كان وايد أكتف، كنا مركزين على النصائح في المخبر صمتي وعلطاف، النصائح لها علاقة بالقلب من ناحية أن في بعض المفردات للأشخاص شوي يخربطون فيها في الجلطة والسكتة والذبحة وشي الفرق بينهم، غير هذا يبنى سوينا مقابلات أيضا مع أشخاص غيروا من حياتهم بشكل يعني كبير عشان يحافظوا على صحة قلبهم ويتفادون الأمراض. جميل ممتاز. وغير هذا اليوم بدينا أيضا توعية كيف التعامل مع كبار السن، لأن اليوم صادف 1 أكتوبر هو اليوم العالمي للمسنين. صحيح. ودائما ننصح الجمهور أن كبار السن صح أنهم ربوكم كبروكم لكن يرجعون صغار، فتحملوهم، تحملوا العصبية ولا مو بأي شيء يعني صادفهم من أمراض دليل أن هذا العمرهم، ولكن أنه قد يكونوا مصابين بأمراض ثانية. صحيح. فما يحطون كل شيء يلومون العمر، لا أكيد لازم بشكل عام يكون فيهم لهم صحة دوري. جميل يا أسمى. شوف نعم تفضل برسالتنا. هي رسالتنا اليوم رسالتنا تقول قبل أن تبدأ بالعمل عليك إنجازها ورتب أولوياتك. عيدي مرة ثانية أسمى لأن الصوت راح بعيد عنه. أوكي. قبل أن تبدأ بالعمل خصص وقتا لترتيب مهامك التي عليك إنجازها ورتب أولوياتك لهذا الأسبوع. ممتاز جميل، حكمة جميلة يا أسمى، شاكرين لك ونهارك سعيد. نهاركم سعيد. طيب العلماء يكتشفون مفتاح العطش.
أكد علماء من جامعة ستانفورد الأمريكية أنهم توصلوا إلى معلومات تساعد في محاربة الشعور بالعطش. وحول هذا الاكتشاف الهام قال العلماء: خلال أبحاثنا المطولة التي أجريناها على الفئران لاكتشاف تأثير مواد غذائية مختلفة على الجسم وفهم آلية تفسير العقل لمذاقها، تمكننا من اكتشاف خلايا عصبية معينة مرتبطة بشكل مباشر بآلية الشعور بالعطش. وأضاف أن هنالك الكثير من المعلومات المعروفة والتي تتعلق بأماكن التحكم ببعض المشاعر في الدماغ، لكننا هذه المرة توصلنا لاكتشاف نوع محدد من خلايا الدماغ المسؤولة عن تنبيهه بضرورة تناول الماء. وللتأكد من آلية عملها قمنا على مدار بضعة أيام بإخضاع الفئران لنظام غذائي معين يحتوي على كميات مختلفة من الماء، وبالفعل لاحظنا الاختلاف في آلية عمل تلك الخلايا. وأشار العلماء إلى أن هذا الاكتشاف يعتبر خطوة علمية غاية في الأهمية، كونه قد يساعد في المستقبل على التحكم بكميات الماء التي تحتاجها الكائنات المختلفة، أو حتى سيساعدنا على التوصل لأدوية قد تنقذ حياة الكثيرين ممن يعانون من أمراض معينة تتطلب استهلاك كميات محددة من السوائل. هو توم محمود أومت واحد يقرأ الدراسة يقول ستساعد في، يعني الدراسة تساعد في محاربة الشعور بالعطش. الواحد يفهم أنه يعني إذا عفوا الخلية معناه راح ممكن تتحكم فيها بحيث الإنسان ما يشرب، لا هما بالعكس راح يستغلونها، احتمال مثل يخترعون جهاز يعني يشتغل على هذه الخلية بحيث يحدد كميات السوائل الواحد يحتاجها حسب الحالة الصحية اللي عنده. فهل اكتشاف مفيد؟ ومحمود فيه معلومة جدا مهمة، احنا دائما نقول للناس احنا لازم ما نتريى الاحساس بالعطش، يعني ما اتريى ان انا اعطش عشان اشرب الماء، لان اذا وصلت مرحله العطش مع الجسم صابه نوع من انواع الجفاف، لازم نشرب الماء بشكل مستمر قبل الوصول لمرحله العطش. وشيء مهم وايد من الناس يقول لك انا انسى اشرب ماء، لازم اللي ينسون يشربون ماء ينشغلون وينسون. في وايد طرق، مثلا تشيل معك دبه ماء معك كل مكان، في ناس يحطون الارم، في وحده من ربيعاتي تحط الارم في التليفون كل 15 دقيقه لازم تشرب الماء عشان يذكرها وسط جدولها المزدحم. وانت محمود تسوي عشان تحصل بالماي؟ انا اشرب ماي. ايش اسوي بعد؟ محمود يشرب دائما. اللي اسويه اشرب ماي. مواظب على شرب الماي يعني. لا هو للأمانة شرب الماي لأن فيها فوائد كثيرة دكتورة، يعني وفيها وقاية من أمراض كثيرة كذلك. يعني إذا ما نذكرها اعتقد ما نخصص حلقات في فوائد الماء، ولكن بشكل عام يعني دكتورة الناس يهتمون مثلا في بعض الأشياء مفيدة حق الشعر، هي ها عشان الواحد ما يصلع مثلا، هي ليش مفيدة للقلب، مفيدة هي للشرايين، هي مفيدة حتى صحيح للي يبغي يخسر وزن، أكيد مفيدة للبشرة. محمود خصوصا إحنا جونا صيفا وشتاء عندنا الجلد عندنا يكون جاف، الناس وايد تسأل تقول لك إن الجو رطوبة في الصيف، ولكن إحنا قعدتنا قدام أجهزة التكييف لساعات طويلة يسوي جفاف في الجلد، فلازم نعوضه بشرب كمية كافية من الماء عشان يتم الجلد يحافظ على رطوبته، بالتالي تقل الإصابة بالتجاعيد. انزل تقول علا الجهاز ده موجود من سنين في مصر اصلا بيقيس نسبه السوائل بالجسم. نحن ما نتكلم عن جهاز يقيس نسبه السوائل، نحن نتكلم عن خليه عصبيه في المخ تم اكتشافها زين تساعد على مسؤول عن الاحساس بالعطش. بالضبط. عموما كم نشرب اذا عمري 37 سنه يا بريسال؟ كم نشرب الماء؟ معدل الماء ما في علاقة بعمر معين، بس له علاقة بحالات مرضية معينة. إحنا الناس العاد بشكل عام لما يشكو من أي أشياء أمراض لا علاقة مباشرة بالكلية اللي يعطونا تعليمات محددة من طبيب الكلية، الناس العاديين تقريبا من لتر ونص إلى لترين ونص من الماء، بس لتر ونص بعد يعتبر شوي قليل، بس أنا ما أحب أبالغ على الناس لأن أدري الناس تستصعب شرب كميات المياه، بس على الأقل لتر ونص إلى لترين ونص من الماء يوميا. وترى الكمية محمود مو بوايدة، لو قسمناها على العلب دبب الماء الصغار مو بوايد، إذا كل نص ساعة شربنا دبة ماء 300 أو 500 ملي ما رح يحس بالكمية هاي. دبب؟ دبة، الدبة هي القارورة. انزي يوم أشرب من 8 إلى 10
هو نفس اللي كان يسأل عن عمره 37 يكون لون البول وانتو بكرامة غامج جدا. هذا اعتقد عنده مشكلة دكتورة، لازم يراجع الطبيب، لازم تصير تشوف الدكتور. يمكن عندك مشكلة في الكلية، يمكن معدل ما تشربه ما قاعد يكفي، يمكن الكلية ما تصفي عدل. ما نتهاون يا جماعة، العلامات تطلع في أجسامنا ونقول هذا عادي، لازم نروح للدكتور. أفضل طريقة سو رياضة مستمرة بتحس بالعطش، يعني الرياضة مطلوبة جدا، سواء مضاعف الماي اللي تم مارسون الرياضة. عموما يوم الأحد يوم ثقيل ونحن نكره هذا اليوم، يوم الاثنين أفضل وأحلى عبد العزيز. مبزئ، ما حد يقول يوم ثقيل ما نحبه، كل الأيام جميلة على قولة أمي، كل أيام أيام الله. زين، تحية حق الوالدة، وحتى يعني ناخذكم على الموضوع الثاني، ما نطلع فاصل قصير، بعد الفاصل إن شاء الله ما نتواصل. صحة وسعادة ورجعنا لكم عشان نكمل فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. مثل ما قلنا احنا في الفقرة الأولى من البرنامج ان اليوم هو اليوم العالمي للمسنين، وتحية لكل الشباب في العالم، ويعطيكم ألف صحة وعافية. فهاليوم على وجه التحديد تحرص هيئة الصحة بدبي من خلال مركز مرتقى الأسرة التابع لها على تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الاجتماعية الصحية والترفيهية التي تعكس بدورها مكانة كبار السن في المجتمع، ومدى اهتمام صحة دبي برعايتهم والعناية بهم وتوفير كل ما يجعلهم أكثر صحة وسعادة. الحين رح ننتقل إلى مركز مرتقى الأسرة، مو فعليا طبعا عن طريق الهاتف، مع مديرة المركز الدكتورة سلوى السويدي، بتخبرنا عن الفعاليات شو منظمين بهذا اليوم الجميل. فنرحب الدكتورة، صباحك وردي دكتورة سلوى. صباح النور، يا هلا ندى. هلا فيك دكتورة. أول شيء تقولينا عن هذا اليوم الجميل، هو يوم العالمي للاحتفال بالمسنين، شو قيمة هذا اليوم وشو مهيئين للكبار السن والشياب في اليوم؟ طبعا اليوم العالمي للمسنين أو اليوم العالمي لكبار السن هو أحد أعياد منظمة الأمم المتحدة، مناسبة سنوية عالمية يتم إحيائها في الأول من أكتوبر من كل سنة. فكرة الاحتفال باليوم العالمي للمسنين ابتدت في سنة 1990 عن طريق تصويت في منظمة الأمم المتحدة، وكان أول احتفال في سنة 1991. الهدف طبعا من الاحتفال باليوم العالمي للمسنين هو رفع نسبة الوعي بالمشاكل التي تواجه كبار السن، والاحتفال بما أنجزه كبار السن المجتمع. في أيام تشبه اليوم العالمي للمسنين، في منها مثلا يوم الجد والجدة في أمريكا، في يوم احترام المسنين في اليابان. تختلف المسميات لكن الهدف واحد، صحيح. اليوم العالمي لكبار السن الهدف منه مثل ما قلت هو تسليط الضوء على هذه الفئة المتميزة، وتسليط الضوء على المؤسسات اللي تقدم خدمات لكبار السن وتعزيز دورهم في المجتمع، تدريب الموظفين بعد على كيفية رعاية كبار السن. ممتاز. شو الفعاليات اللي مسوينها انتم في هاليوم؟ طبعا ما شاء الله احنا مركزنا طول السنة يكون مشغول بزي، عندنا زيارات وفعاليات. تزيد الزيارات كلها في شهر اكتوبر او نهاية ديسمبر، نهاية سبتمبر وبداية اكتوبر علشان الاحتفال. طبعا في وايد مؤسسات وجهات تحب انها تزور مركزنا وتحتفل مع كبار السن وتشوفهم. حاليا عندنا في المركز الدفاع المدني اوريدي مسوين فعاليه لكبار السن، وعندنا بعد دبي الجنوب، يعني اليوم عندنا اوريدي جهتين في او زيارتين في يوم واحد، ما شاء الله ممتاز. باكر عندنا زياره من موانئ دبي العالميه واحتفال ايضا بكبار السن. اليوم اللي بعده عندنا زيارة من دبي للثقافة بحضور مديرهم العام. بعدها عندنا زيارة من مؤسسة دبي للإعلام. الهدف شو؟ الهدف إن إحنا نبغي كبار السن يحسون بأنهم فئة يتم تقديرها واحترامها من قبل كافة أفراد المجتمع. صحيح، أكيد. وعندنا طبعا اليوم بعد إحنا مشاركين في معرض الخدمات كبار السن اللي كتبتها وزارة تنمية المجتمع، مسوين معرض لكل الجهات اللي تقدم خدمات لكبار السن، من ضمنها مركز مرتقى الأسرة، متواجدين في المعرض لعرض خدماتنا والشغلات الموجودة عندنا لكبار السن. أوكي، ممتاز. دكتورة سارة، بس تخبرينا شو الخدمات اللي قدمها مركز مرتقى الأسرة لكبار السن؟ أوكي. طبعا مركز ملتقى الأسرة حاليا هو المركز الوحيد على مستوى حكومة دبي اللي يقدم خدمات لكبار السن.
المركز عبارة عن 2 في 1 يقدم خدمات رعاية تمريضية طويلة الأمد للمرضى المقيمين إقامة دائمة. في عندنا الإقامة المؤقتة في حالة لما يكون المسن عنده أقارب لكن بيكونوا مشغولين لفترة معينة ممكن يدخلونا لهذا لغاية ما يرجع الشخص اللي يعتني فيه. فعندنا طبعا المركز بعد يقدم خدمة الرعاية النهارية للمسنين المتواجدين في الكوميونتي أو في المجتمع مع أهاليهم فترة الصبح يستفيدون من خدمات المركز ويروحون الظهر. المركز يقدم في المقام الأول خدمات طبية تمريضية وطبية، خدمات رعاية شخصية، نظافة شخصية، خدمات تغذية، تغذية سريرية، عندنا المطبخ بحد ذاته موجود، عندنا الكوكينج أصلا يعني الطبخ يتم داخل المركز بحيث أن يكون في إشراف أفضل. ممتاز. عندنا خدمات إعادة تأهيل العلاج الطبيعي والعلاج المهني، وعندنا خدمات اجتماعية لازم يكون معنا سوشيال وركر أو يعني أخصائي اجتماعي يدرسون حالات كبار السن قبل دخولها وبعد دخولها ومتابعتها بعد دخولها، وعندنا طبعا الطاقم الإداري. ممتاز. دكتورة أنا أبغي أسألك عن أبرز يعني الأمراض يعني الله يشافي الجميع اللي ممكن تصادف كبار السن ويجب أن نوعي المجتمع بها. أنا دائما أقول يمكن هاي صارت مقولة عندي، أنا دائما أقول أن التقدم بالسن ليس مرادف للمرض، مو لازم كل مرة يعني هذا السؤال أن شو أمراض كبار السن، مو شرط أنه لأنه كبر يكون مريض، هذا الكونسبت غلط للأسف. في اوكي في شغلات في امراض مثلا ممكن انها تزيد في مرحله الشيخوخه، لكن مو شرط ان كل واحد كبير لازم يكون مريض. اللي يصير في مرحله التقدم بالعمر انه يصير في قصور في وظائف الاعضاء ما توصل لمرحله المرض، يعني هذا القصور مثلا قصور فيزيولوجي احنا نقول عنه، مثلا الكلى تقل مثلا كفاءتها عن الشخص الاصغر سنا، القلب تقل كفاءته نفس الشيء. يبين هذا الشيء متى؟ لما يتعرض الانسان الى ضغوطات او ستريس من اي نوع، سواء كان مثلا واحد تعرض لجفاف بالتالي فرصه اصابته بالفشل الكلوي اسرع من غيره لان اصلا الكلى فيها قصور. فاحنا دائما نقول ان التقدم بالعمر ليس مرادف للمرض، انا ابغى الناس تنظر لمرحله الشيخوخه نظره ايجابيه. الانسان ممكن يخطط لمرحله شيخوخه صحيه، مو شرط يحط في باله انه هو لما بيكبر لازم يكون عنده ضغط ويكون عنده سكري ويكون عنده امراض. ما احنا نشوف امثله لمسنين ما شاء الله معمرين وما يشتكون من امراض، والسر في هذا هو اتباع نمط حياه صحي. ودائما نقول اتباع نمط حياه صحي اتس نوت ليت ابدا، مش متاخر صحيح. ابدا حتى لو الواحد مثلا في سن 70 قرر انه هو يتبع نمط حياه صحي ويسوي رياضه راح يشوف نتائجها. صحيح. دكتورة سلوى، كم نسبة الإشغال عندكم في مركز ملتقى الأسرة؟ حاليا عندنا 30 مسن ومسنة من المقيمين في المركز ممن تنطبق عليهم شروط الإقامة، اللي هي الشرط الأساسي عدم وجود أقارب من الدرجة الأولى. احنا دائما نقول احنا مش بديل للأسرة. صحيح. احنا نؤمن ان المسن مكان الطبيعي انه يكون بين أهله وبين أقربائه. في حالة لما يكون المسن ما عنده أقارب من الدرجة الأولى وظروفه الاجتماعية ما تبين انه فعلا ما في حد يهتم فيه، ساعتها ندخل عندنا. فحاليا عندنا 30 مسن ومسنة من المرضى المقيمين، وعندنا الاوت بيشنتس او المراجعين الخارجيين ما شاء الله زاد عددهم خلال 4 أو 5 سنوات الماضية من تقريبا 40 مسن خارج او مراجع خارجي من في سنة 2012 الى فوق 150 مراجع خارجي ما شاء الله. وهذا طبعا دائما احنا نقول هذا يدل على نجاح المركز على ان المجتمع يعني نوعا ما صار يغير فكرته عن دور رعاية المسنين وما يسميها دور عجزة، هالمصطلح اللي احنا ما نحبه. يعني هذول الناس جايين من بيوتهم بارادتهم مستفيدين من خدمات المركز ومكملين معنا. صحيح. وجميل انكم انتم اصلا سميتوا المركز ملتقى الأسرة. عشان الناس ما تفكر يعني او ما يكون في استجمة او ما يكون في بصمة يعني سلبية على لان للأسف لا زال يعني مهما احنا نسوي لا زال في بعض افراد المجتمع يقولون لا دور عجزة، لا ما رح اصير حتى لو كان عندنا خدمات متميزة. صحيح. فزيادة اعداد المرضى الخارجيين تدل على ان على زيادة وعي الناس.
أكيد. دكتور سؤال لفت انتباهي أن زاد عدد المتابعين عندكم من العيادات الخارجية من 40 إلى 150، هذا لو نأخذ في عين الاعتبار أحيانا صعوبة إقناع الشخص اللي شوي يكون كبير في السن أن يتوجه للعيادة أو المستشفى، فما شاء الله هذه الزيادة تدل أنه هو أصلا مرتاح ويعتبره كأنه بيت الثاني. هو مرتاح وسعيد. أكيد. هو مرتاح وسعيد، وهي شغلة من الشغلات اللي إحنا نحرص عليها. هو الهدف إنه مثلا أنا ما يعني الفكرة ما أبى بس المسني يسوي علاج طبيعي ويروح. أنا دوم أوقف حتى يعني أوقف لهم عند الباب يوم يخلص العلاج الطبيعي، أقول له أبوي أمي هذا المكان مكانكم، أنتوا مو بس تجون هنا تسوون علاج طبيعي. جميل. خلص جميل. العلاج الطبيعي في تشرب قهوة ترتاح، في ناس زوار ممكن يوم يشوفونك، زيارات خارجية أنا باك تشارك فيها. صحيح. الهدف إن إحنا نبغي نفعل دور الرعاية النهارية. الرعاية النهارية ليست علاج طبيعي فقط، ليست إن مثلاً مراجع جاي يسوي أو يستفيد من خدمة معينة ويروح، لا، الرعاية النهارية مريض يدخل عندي من الصبح يستفيد من كافة خدمات المركز ووقت الظهر يتغدى ويروح البيت. معناته إن ممكن حتى الأهل ينزلون المسن بدون كير جيفر، والأهل راح يهتم فيه في هذه الفترة. هذا معنى الرعاية النهارية. وبعد تغدونه قبل ما يروح، يعني ياخذ سيرفيس كامل، يتغدى ويروح بيتهم. طيب في خدمات أخرى أنتم تقدمونها دكتورة؟ يعني أحيانا ممكن يكون اللي يعتني بالمسن بيسافر أو عنده ساعتها نقدر ندخل المسن إقامة مؤقتة في حالة لما يكون الكير جيفر أو اللي بيعتني بالمسن ما رح يكون موجود، ما رح يكون متواجد لفترة معينة، نقدر ندخل المسن عندنا لغاية ما يرجع الشخص اللي يعتني فيه. ممتاز. شو الشروط؟ في طب المسنين احنا نسميها ريسبايت كير، او يعني الرعاية المؤقتة. جميل. شو الشروط اللي الواحد ممكن يستفيد من الخدمات اللي تقدم في ملتقى الأسرة؟ علشان ادخال المريض مثل ما قلت لازم يكون مواطن من إمارة دبي مع جواز وخلاصة من إمارة دبي فوق 60 سنة، ولازم اهم شيء انه يثبت البحث الاجتماعي عدم وجود عائل او اقارب من الدرجه الاولى. هذا بالنسبه للاقامه المؤقته. بالنسبه للاقامه الدائمه. بالنسبه للاقامه المؤقته اي شخص ممكن يدخل، نفس الشيء يكون من دبي ويكون عنده اهل، لكن يوقع على تعهد الشخص اللي بيدخله انه راح ياخذه بعد فتره معينه. ممتاز. بالنسبة للأوت ستيشن ما في شروط، المهم أنه يكون مواطن وفوق 60 سنة. دكتورة حتى ناخذ اللي أقل من 60 سنة في نهاية الخمسينات we take them for يعني للعلاج الطبيعي. يلا دكتورة ندى ضمنتي الحين. ضمنت لمكان في مركز ملتقى الأسرة. دكتورة أنا أبغي بس قبل أختم معاك، لأن دائما الجلوس مع كبار السن يحوي الكثير من يعني أقدر أقول روح الكوميديا، ففي أمور كثيرة يقولونها وأشياء كثيرة يعطونك طاقة منها السعادة ومنها الكوميديا. أبغي يعني إذا بتذكرين بعض المواقف اللي صارت معاكم، يعني أنا قبل أنا الحين أكلمك وجدامي واحدة من أحلى المراجعات الخارجيات بصراحة، أمي عوشة صار لها يعني مراجعة خارجية صار لها فوق 20 سنة من تاريخ افتتاح المركز اللي موجودة. قبل شوي كانت تسولف لي عن سوالفها. أمي عوشة خلينا نسولف فيها، خلتي لي عن سوالفها مع الشيخ راشد بن سعيد لما ما شاء الله كانت صغيرة. الله يرحمه. يعني هذا بروحه كم يسوى لما 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 تجلس مع مسن ويسولف لك عن الشغلات اللي ما قبل. لا هذا مو بالمدير، هي تبغي المدير. لا قولي له تعالي إذا بتطلع يان على الإذاعة نسولف الصبح عليها. بتسلمين عليهم أمي عوشة؟ لا. على راحتها، على راحتها، كنا حابين نسمع صوتها. تمام. في شيء تبغين تضيفينه دكتورة بمناسبة اليوم العالمي؟ طبعا اليوم العالمي للمسنين في كل سنة يتغير. السنة اللي فاتت كان 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 بالنسبة كان لا للتمييز ضد المسنين الالدرلي ابيوز. إنزين هالسنة شعار اليوم العالمي للمسنين اللي حطته منظمة الصحة العالمية هو الانتقال إلى المستقبل والاستفادة من مواهب ومساهمات كبار السن في المجتمع، وهذا شيء جدا مهم. احنا طلعنا او تخطينا مرحلة النظر الى كبار السن انها فئة عاجزة او ضعيفة او محتاجة خدمات. حاليا احنا ننظر لهم الى نظرة مختلفة، نبغى نستفيد من مواهبهم ومساهماتهم في المجتمع. فالشعار انا بصراحة حبيته هالسنة، الانتقال الى المستقبل مع كبار السن والاستفادة من مواهبهم ومساهماتهم. ممتاز. يعني انا يعيبني، في عندي واحد من الاصدقاء يعني يقول لي انا الهدف مالي محمود اني اعيش لين 104 سنوات.
تكون يكون تكون صحته زينه. يعني هو ما شاء الله الحين 57 سنه وصحته وايد زينه الله يحفظه ويرعاه يعني، لكن يعجبني انه هو يتطلع يقول انا توني بادي حياتي. هو الكونسبت مالي يقول انا توني بادي حياتي. صح كلامه. ترى انا قلت لك المره اللي فاتت احنا نقول ايج از اونلي ا نمبر، يعني العمر هو مجرد رقم. صحيح. الواحد ما يحسب الارقام، الواحد يحسب ان حياته كيف قاعد يستمتع فيها. هل يعني كل مرحله عمريه لها مميزاتها. طيب أكيد. دكتورة بالعكس يعجبني يعني دكتورة في 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 يعني سامح لي بطلع الفاصل بعد شوية بس دكتورة إذا ما بتكلم أحيانا الواحد يواجه بعض الصعوبة في أنه يقنع أمه ولا أبوه في لممارسة رياضة أو المشي. فتقول له يعني شوية خل نمشي خل كذا، تقول ريولي تعورني ما أروم أتحرك، خلني على راحتي، خلني ما أدري كذا. زين يعني حتى على الشرب بعد أحيانا بعض المشروبات الغازية ولا كذا تبغى تنصحهم لا يشربون بعد ما شيء. الحين اليوم ارتفعت الأسعار. إيه إن شاء الله. إن شاء الله يوقفون إيه. فشو شو شو تنصحينه كيف ممكن نتعامل معه؟ شوف ممكن يأخذونه للدكتور، ممكن مثلاً يعني هذا الشخص اللي عنده صعوبة في التعامل. أنا إذا بتجيبين طار الدكتور يعني عصابة ما أدري تسوي ألف. الشخص نفسه ممكن يقول لا إحنا ما نتكلم عن رياضة ماراثون، ما نتكلم عن إنك تروح الجيم وتجي للساعة. احنا في طب المسنين نقول لك ايناف بالنسبه للمسن يكفي 150 دقيقه اسبوعيا من الرياضه. ممتاز. دقيقه تقسم على 10 دقائق في كل مره. ممتاز. انت يعني لو هذا المسن مثلا مو بشرط انك اليوم يتمرن، لكن مثلا ممكن اليوم الصبح تمرن 10 دقائق، في المساء تمرن انذر 10 دقائق، نبغى التوتال في الاسبوع يكون 150 دقيقه مع مراعاه حالتهم الصحيه. طبعا الرياضه في مرحله الشيخوخه لازم تكون بريسكرايب رياضه موصوفه كانها وصفه طبيه وتكون اندر ميديكال كير تحت اشراف طبي. طيب شكرا لك دكتوره سلوى السويدي استشاري طب الامراض المسنين. صح الباطنية وطب المسنين مدير مركز ملتقى الأسرة في هيئة الصحة بدبي. نحن شاكرين لك هذه التوضيحات وكل عام وانتم بخير. وانت بخير. شكرا. شكرا لك دكتورة. إذا ما نطلع فاصل دكتورة بعد الفاصل إن شاء الله في يعني مجموعة تعليقات ورسائل ما نرد عليهم، وأيضا نبغيكم تتواصلوا معنا على 600-551-414. نبغي نسمع آراءكم، نبغي نتكلم عن الكثير من المواضيع، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. طبعا قبل فاصل يعني في الفقرة الأولى من برنامجنا كان نتحدث عن الدراسة اللي كانت تتكلم عن الماي دكتورة، فالجيوانية تقول تقسم وزنك على 28 عشان تعرف جسمك يحتاج كم لتر من الماء يوميا. هل هذا الكلام سليم؟ مو بسليم 100%، ولأن في اختلافات حسب مو بس الوزن، كتلة الجسم نفسها، الطول، النشاط البدني، الأمراض اللي أنت عندك، فما ينطبق على الجميع. إذا عندك ما في مشاكل صحية ممكن، بس إحنا دائما نقول تقريبا من لترين إلى لترين ونص، إذا مفروض 3 لترات، بس أنا ما أقول 3 لترات الناس تخاف تقول 3 كم بشرب، بس خلينا نقول تقريبا لترين لترين ونص. 3 دبب. لا 3 لترات. لترات ها؟ لترات دبب قوارير. قوارير. إنزين يقول يقول نورتوا العمر كله برنامج حلو. شكرا لكم. للناس شكرا لكم. هني هذه اللي قلتي له هلا أخوي زعلان تقول كنت بسألت وعقب ما قلت أخوي. سامحيني والله. سامحيني. إنزين دكتورة. هلا. الآن يمكن واحد من الأمور اللي نحن دائما نشجع عليها أن الواحد ما ينسى مواعيد تطعيم الأطفال. التطعيم ساعات يطلعون ببعض المسجات على الانترنت أنه مضر مو مضر وإشاعات وكذا وغيره. صحيح. فأبغي أول شيء نتكلم عن فكرة التطعيم. ليش الناس يطعمون وشو هي الفكرة مالت التطعيم والغرض منه وشو الفوائد بعد كذلك؟ أوكي محمود سألني أكثر عن سؤال. نبدأ أول واحد، ليش الناس لازم تطعم؟ في وايد يقولون إن التطعيم يعني ما يحمي 100% من الإصابة بالأمراض، إن قبل ما الناس ما كانت تطعم،
زين شو اللي استوى في العالم الحين؟ التطعيم طلع التطعيم عشان نفهم شو هو. التطعيم هو عبارة نوع من أنواع التطعيم عبارة عن هو الفيروس نفسه المسبب للمرض نحن نأخذه ونعالجه ونسويه بهيئة أضعف ونرد نحقنه في الجسم عشان يتعرف على جهاز المناعة ويكون أجسام مضادة ضده. في تطعيمات أخرى لا تكون عبارة عن جزء من بكتيريا عالجناها ورد نعطيكم إياها مرة أخرى. ليش لازم نطعم؟ لأن الأمراض اللي يحمي منها التطعيم هي أمراض يمكن الوقاية منها. لأن في العالم بشكل عام لما نقول عن الأمراض في أمراض يمكن الوقاية منها وأمراض لا يمكن الوقاية منها. مثل شو ما أقدر أقي نفسي منها؟ مثلا أنا ما أقدر أقي نفسي من الإصابة بالسكر، يعني حتى لو اتبعت كل الإجراءات ما أقدر أحمي نفسي، لأنه في الجينات. ما أقدر أحمي نفسي لا سمح الله من إصابة بالسرطان، ولكن الأمراض اللي يسببها الفيروسات في التطعيمات أنا أقدر أقي نفسي منها. ومعظم إذا ما قلنا كل الأمراض هذه اللي يقي منها تطعيم تسبب وفاة أو شلل أو عاهات مدى الحياة، عشان شي لازم نطعم. ومحمود في معلومة مهمة إحنا دائما أقولها للناس، التطعيم يا جماعة يعتبر مثل مسؤولية مجتمعية. ليش مثل مسؤولية مجتمعية؟ لأن لما أنا أطعم هو يطعم ونطعم عيالنا والناس طعم وكل حد يكون مخذ التطعيمات، إحنا نكون مثل درع للمجتمع نحمي الناس اللي ما يقدرون يأخذون التطعيم. ركزوا، مو بلا ما يبون يأخذون، لا، نحمي الناس اللي ما يقدرون يأخذون التطعيم. مثل منو ما يقدر يأخذ تطعيم؟ مثل الأطفال تحت عمر الشهرين، مثل الحوامل، مثل الكبار في السن، مثل الناس اللي عندهم أمراض مناعية معينة. فحنا نعطيهم درع وحماية عشان ما تصيبهم هذه الأمراض. عشان شيء مهم جدا 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 إن كلنا نكون مطعمين حسب جدول التطعيمات، خصوصا تطعيمات الطفولة وتطعيمات للناس اللي عندها مشاكل معينة. إنزين، في وايد ناس يقول لك مثل ما قال محمود مضار التطعيم، سمعنا إنه ممكن يصيب بعض الأمراض. طبعا أشهر شيء ارتبط التطعيم بمرض التوحد. وايد من الأمهات ما يعطون عيالهم تطعيم السنة، يقول لك ما بعطيه لما الطفل يتكلم من احتمال يسوي له توحد. هالمعلومة خاطئة. هي دراسة واحدة طلعت، عالم سوى دراسة قال والله تطعيم السنة مرتبط بالتوحد، وهذا هالمعلومة غير صحيحة وليس لها علاقة بالإصابة بالتوحد. أعراض التطعيم الشائعة المعروفة هي الألم، الحرارة والورم في مكان التطعيم يوم يومين وتروح مع مخفضات الحرارة المعروفة. في آثار جانبية أخرى، أكيد في آثار جانبية أخرى، كل شيء له آثار جانبية، ولكن نادرة. لما تقول نادرة يعني واحد في الألف، واحد في العشرة آلاف، واحد في المئة ألف، فلا يعني ما يسوى مثل ما نقول إحنا نذكرها. ليش أنا أذكرها؟ عشان أخوف المتعامل؟ لا طبعا، بس تعرفون كمية الأطفال يطعمون محمود يوميا في العيادات بالألوف يطعمون، ولكن الحمد لله ما شفنا أعراض جانبية غير المثل اللي قلت لكم عنها. فهاي الأعراض الجانبية المعروفة للتطعيم. طيب اليوم قريت أن كل الفيروسات في العالم أخذت مناعة من المضادات الحيوية. لا، منو قال هالكلام؟ هي تقول مو بنا. هي تقول أول شيء مضاد الحيوي مو ضد الفيروس، ضد البكتيريا. الفيروس لا يحتاج مضاد حيوي، ولكن هناك سلالات من البكتيريا قامت تتكون مناعة ضد نوع من أنواع المضادات الحيوية. عشان كذي بين فترة ممكن تروحون مثلا يجيكم التهاب اللوز، لما تروحون الدكتور يقولكم يبالكم مضاد حيوي، تقولين دكتور أنا استخدم مضاد معين، يقولك لا، هذا ثبتت الحين إن في وايد بكتيريا عندها مناعة ضده، ففي مضاد حيوي جديد. بس إن كونت مناعة ضد كل المضادات الحيوية، هذا ترى في بكتيريا عندها مناعة ضد 90% يمكن من المضادات الحيوية، وفي الحالة لازم المرضى يتناوم في المستشفى وينعطى عن طريق الوريد وهذا، ولكن في حالات جدا 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 معينة وناس عندهم أمراض معينة مو بشكل عام. أنا بأخذ من عندك آلية العمل في المراكز الرعاية الصحية الأولية بالنسبة للتطعيم، بس خليني أخذ عبد الرحمن معانا مكالمة. عبد الرحمن صبحك الله بالخير. الله يصبحك بالنور والسرور أستاذ محمود، كيف الحال؟ يا سيدي الله يسلمك. دكتورة نظر الله يجزيكم الخير. هلا أخوي. مجتمع دائما لكن ما يكون ضرورة أشارك. تفضل. الغالين الله يحفظكم، بالنسبة للتطعيم كان السنة الماضية من هيئة الصحة في دبي يعني أتاحوا موضوع تطعيم مجاني، نسيت اسمه، شلل الأطفال. نعم، بس اللي هو يعني إلى سن 15 فما دون أو 14 ما أدري. عندي أنا وليد من وهو صف خامس ما الطعام إلى الآن، والآن تقريبا صف ثامن فات هذا التطعيم ما كان موجود. فسألت أنا، قالوا لنا في البرشة في عيادة المسافرين أو كذا. فأولا الدكتور الله يحفظك، يعني
شو مدى ضرورة هذا التطعيم اللي هو الحملة اللي صارت مجانية؟ وإذا يعني أتيح الأمر يعني كيف ممكن نمشي فيه؟ إن شاء الله فعلك طيب. لكم الأجر ويعني أحييكم على برنامجكم الطيب وعلى الفائدة العظيمة التي نستفيدها إن شاء الله من نجاح إلى نجاح أكبر. شكرا لك عبد الرحمن. إذن تفضل عبد الرحمن يسأل سؤال مهم، شو فائدة تطعيم شلل الأطفال؟ هو أظن بعد محمود سلطفت كان الحصبة بعد مو شلل الأطفال كان مسوين، قال 15 سنة أو لين 18 سنة، ذكر في حملتين كانوا على سنتين على طول وراء بس الحصبة قال لين 15 أو 14 سنة، فكانت أتوقع الحصبة إذا ما كانت غلطانة. أي واحد من التطعيمين هذيلة ما يفرق، كلها تطعيمات كانت ضمن جدول التطعيمات الأساسية للطفل لما كان صغير، هي موجودة. ولكن هيئة الصحة العالمية، منظمة الصحة العالمية تطلق حملات تطعيمية حسب الحاجة، لما يكون في زيادة في نسبة الإصابة بأمراض معينة كانت في أحد الدول المجاورة عندنا حالات فقالت كبيرة، فكان إن ينتشر مثلا، فقالوا التوصية عطوهم شو يسمونه جرعة منشطة أو معززة للتطعيم اللي الطفل أوريدي خذها ضمن جدول تطعيمات مالته. فهل كان ضروري ياخذه؟ ما بقول ضروري ولازم كان ياخذه، لا، بس إذا ما أخذ التطعيم عادي محمود، عنده جدول تطعيماته حسب، إذا كان ماشي على جدول تطعيماته مال صحة الطفل لما كان الطفل صغير كامل إن شاء الله ما يخوف. هي لو كان ضرورة كان ما وقفوا الحملة، الحملة كانت فترة معينة، لأن مثل ما قلت لك كان المرض منتشر في مكان معين وخلصت الحملة وخلاص. إذا أنت حاب تعطي، يعني أنت رغبة منك زيادة في الإطمئنان إن أنت تعطيه، حياك الله، عيادة المسافرين موجودة في الطابق الأول في مركز البرشة الصحي، ما في مواعيد، تروح هناك تقابل الطبيب وتطلب منه التطعيم. يسألني نمر يقول لي شو كان يسمون التطعيم من زمان، شنتار اسمه. إيه إنزين، في شخص يقول شو السعادة، أنا تعبان صار لي فترة، العوزونة ما العلاج في الخارج سنتين وراهم. أنا بخبركم سالفة العلاج في الخارج يا جماعة الخير، لأن نحن نتكلم عن هيئة الصحة بدبي وليست هيئة العلاج في الخارج، هذا واحد. اثنين، هنالك نظام معين يقوم هذا النظام ب يعني تفنيد الحالة، وفي لجنة يعني أعضائها يجتمعون أسبوعيا لدراسة كل الحالات اللي موجودة. صحيح. هذه اللجنة تقوم بتقييم العلاج، إذا كان موجود عندنا في الإمارات ليش تتغرب برع وممكن شو اسمه أنك أنت تحمل الدولة وتحمل الحكومة مبالغ وقدرها والحكومة مو مقصرة، اللهم لك الحمد. صحيح. ولكن أنا هذه التوعية أبغي أوجهها لكم يا جماعة الخير، ليش؟ لأهمية الموضوع، أنه العلاج اللهم لك الحمد متوفر عندنا، لا حد يفتكر ان برع ممكن يقدمون العلاج افضل عن اللي موجود هنا، لا. اذا ما كان العلاج متوفر في دولة الامارات العربية المتحدة، هني اقول لك نعم لازم يبعثونك، وهم اصلا من غير ما الواحد يتعذب مثل ما قلت، وما في سعاده وانت قلت لي بعد جاوب، لان مو موضوع حلقتنا اليوم، انا ما بغيت افتح الموضوع هذا، ولكن بما انك انت اصريت عليه فرديت عليك ان في اليه عمل تتبعها هيئه الصحه بدبي في هذا المجال. فارجو يعني اللي عنده ملاحظات على أسلوب الناس اللي تعاملوا معاك على كذا أوكي، بس حد يقول لي ملاحظت أن ما طرشوني وما أدري كذا واللجنة ما وافقت، هذا قرار اللجنة، هم ناس فنيين وهم أعلم، وفي أطباء محمود يقيمون الحالة بالضبط. واحتمال قالوا لك أن في علاج هنا يمكن ما عجبك الرأي اللي هم عطوك إياه، يعني أي شخص ياخذ مضاد حيوي لازم يكمل الجرعة للنهاية عشان ما يحصلش مناعة للبكتيريا بجسمه، صحيح لازم تاخذ الدواء لأن آخر حبة حتى مع تحسن الأعراض اللي عندك. طيب قبل لا يتصل عبد الرحمن، نحن كنا نتكلم عن آلية التطعيم عندكم في مراكز الرعاية الصحية الأولية، دكتورة خبرينا عن الآلية، لأن أنا اللي عارفة أن أنتم تطرشون مسجات وفي يعني مواعيد لهم. لصحة الطفل لازم أنا أرد أكد، لازم الأب أو الأم بعد، لا خلي الأم ترتاح في البيت، خلي الأب يجيب الدفتر بعد ما يولد الطفل، يعطونك دفتر التطعيمات، لازم على طول تحضر المركز الصحي وتخبر وتجيب الطفل معاك المركز الصحي،
وتخبر قسم صحة الطفل إن هذا الطفل مولود عمره أسبوع أو أسبوعين وتاخذ له موعد للتطعيم. مهم جدا يا محمود الناس شو تسوي لما الطفل يكون عمره شهرين إلا أسبوع أيون يقولون عطونا موعد تطعيم صحة الطفل ويكون موعد شوي بعيد لأن في وايد ضغط على صحة الطفل ويكون ممكن يأخذ التطعيم العمر 3.5 شهور أو 3 شهور فضروري ما نتريى يعني نقول بنحصل موعد المواعيد ترى عليها ضغط فتعالوا من البداية تاخذوا موعد بعدين يوصلكم مسج وفي مسج تذكير قبل يوم موعدكم يوصلكم مسج تذكيري أيضا بموعدكم وضروري جدا يا جماعة كلنا يكون عندنا مسؤولية مجتمعية بخصوص المواعيد أحيانا يكون في مواعيد بس الناس ما تتصل ما تقدر تحضر لأي سبب من الأسباب نتصل ونأجل الموعد ما في رد على الهاتف ما في مشكلة نتوجه للمركز كلنا ساكنين قريب المراكز نسير نقول يا جماعة ترى أنا هاليوم ما أقدر أحضر لأن الموعد انحجز لك إذا أنت ما حضرت عليه ما نقدر نخدم وتعامل آخر في هذا اليوم فنلتزم بجدول المواعيد ونقطة مهمة حتى لو تأخر موعد تطعيم الطفل يعني المفروض يأخذ على شهرين خذاه على 2.5 أو 3 أشهر إن شاء الله إن شاء الله ما في ضرر على الطفل لا نخاف لا نتوتر في أهل يصيرون يقدمون شكوى ويقولون كيف الطفل بيعدي 2 شهر لا هذا شيء طبيعي جدول التطعيمات مالته إن شاء الله كله راح ينبني على حسب تطعيم الأول تطعيم هو خذا فإن شاء الله ما عليه ضرر ولا تحاتون وعشان شي أقولكم على طول توجهوا للمركز بعد أسبوع من ولادة الطفل لأخذ الموعد يقول طلب خاص لكم يا ريت حلقة عن الصحة النفسية نحن تكلمنا في حلقات سابقة صحيح. عن الصحة النفسية لكن بعد كذلك ما يمنع أن نحن نجدد هذه المواضيع ممكن برنامج بخصوص علاج الحصى الكلى أسبوع الأطاف كنا نتكلم عن هذا الموضوع كنا نتكلم عن حصوات الكلى مو مشكلة بعد ما منجدد يعني بين فترة وفترة مرد نطرح المواضيع هذه صحيح. اللي تحدثنا فيها اللي ما كان يتابعنا يمكن ما حضر يمكن شيء وكل مرة نطرح الموضوع محمود ترى يعني ناخذ من وجهة نظر مختلفة حتى لو كان نفس الموضوع تكرر بس كل مرة تي معلومة جديدة طريقة طرح مختلفة فيستوي موضوع متجدد طيب دكتورة عطشانة قاعدة أشرب ماي عموما يعني قبل أن نختم دكتورة أهم شغلة لازم الأهالي ينتبهون لها وأيضا يعني من خلال الحملات السابقة كانت في حتى يعني أعمار متقدمة في عملية أخذ التطعيم وأيضا في تطعيمات دكتورة لينا الحين يعني نحن لازم نأخذها وحتى التطعيمات إذا زرنا بعض البلدان لازم نأخذها صحيح مال السفر هذا دكتورة قبل كم أسبوعين صح؟ 10 أيام لأسبوعين أقل شيء تأخذون التطعيم اللي بيروح عمره اللي بيسافر أي دولة لازم 10 أيام لأسبوعين تزورون عيادة المسافرين ما في مواعيد ووك إن تروحون تأخذون تطعيم في دول معينة لازم تأخذون عليها لازم عليها تطعيمات والأفضل اسألوا يعني في مرات دول محمود عربية ما نتوقع أن يبالها تطعيم ولكن يلزم أن يكون في تطعيمات معينة عليها في تطعيمات عن حمى بحر المتوسط حمى بحر المتوسط حمى الصفرة بعضهم عن الكوليرا عن الملاريا في وايد دول لها تطعيمات معينة فالأفضل تسألون دائما عيادة المسافرين يقول ليش دائما لايفاتكم يعني تطلعون لايف على هذا الصبح ما يفتحون غير الدكاترة والطلاب يعني لأن برنامجنا الصبح ما أدري بتحولون برنامجنا المساء ميرا ونمر ترى عقب ممكن تشوفونه طول اليوم يعني إذا ما يا شيء لايف ثاني مكانه ممكن تتابعونه 24 ساعة وميرا قالت نو واي يعني انسوا الموضوع تماما زين اوكي طيب بالنسبه للتطعيمات دكتوره على عيادات المسافرين من غير مواعيد تروحون هناك تاخذوا موعد يعني تشوفون تحجزون موعد تشوفون الدكتور وتاخذون تطعيماتكم زين بشوفي موضوع عبد الرحمن كان يتكلم عن مركز البرشه عبد الرحمن منو يتكلم عن مركز البرشه عبد الرحمن اللي اتصل قال عن قال عن التطعيم هي. اللي موجود في عيادة المسافرين ان شاء الله فالك طيب زين اتواصل اخوي مع مركز الاتصال خليه يحولونك على العياده واسالهم اذا موجود هالتطعيم في العياده ام لا في عيادة المسافرين السلام عليكم هو اعتقد الحصبه هو قصده زين عبد الرحمن حصاي صبح علينا اول مسجات توصل يا جماعه السلام عليكم انا سمعت احد الدكاتره يقول ان كميه الماء المفروض شربها يوميا ليست لترين او ثلاثه او اقل او اكثر وانما متعلق بلون البول اجلكم الله فكلما كان لون البول كثير اصفرار هذا يعني ان كميه الماء في الجسم قليلة والعكس صحيح ما رأيكم بناصر باختصار هي وجهة نظر هي نفس وجهة النظر يعني عشان يكون تكرمون لون البول ف
فاتح او شفاف لازم تشربون لترينين 3 لترات من الماء. هي نفس وجهه النظر ولكن من ناحيتين مختلفتين. السلام عليكم. رجاء تخصيص حلقه عن تطعيم كبار السن لان الموضوع جدا مهم ان شاء الله. فعلكم طيب. شكرا لك دكتوره ندى المله. شكرا لك ميره الغفلي ما قصرتي معانا, وايضا المبدع دائما نمر محمد عبده. شكرا لك يا نمر. وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي, وحتى نلقاكم في الغد ان شاء الله نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.